طبعا الله يرحمه كابتن مدحت عبد العزيز. كابتن مدحت عبد العزيز حكمنا الدولي الكبير الحقيقه، واحد من الناس اللي حكموا لي انا شخصيا وانا كنت بلعب، وانا كنت لاعب في الانديه اللي كنت بلعب فيها كلها. راجل من الناس المحترمه جدا، النهارده توفاه الله بعد صراع طويل مع المرض. اللهم الهم ذوي الصبر والسلوان، لانه واحد من الناس الطيبين جدا، واحد من الحكام الاكفاء جدا. الله يرحمه، كان راجل محترم جدا جدا جدا، ده كابتن مدحت عبد العزيز.